رح ننتقل لفقرة كتير حلوة وكتير أيضا مشاهدينا بيحبوها، في من عالم الكواكب والفلك يلي بتأثر علينا، شو الصفات اللي بتعطيها هيدا الكواكب للأبراج لنعرف أكثر هذا العام. خلونا نستقبل ضيفتنا غالية بكفلاوي أخصائية بعلم الفلك. نورتينا. صباح النور وكل عام وانتم بألف خير. وانت بخير، ينعاد عليكي بالصحة والعافية. يعني خلينا نبلش هيك، مثل ما قالت سالي في مجموعة كواكب كبيرة، ولكن في كواكب بتأثر على الإنسان، شو هي هي الكواكب؟ هلا كل الكواكب بتأثر على الإنسان، كواكب المجموعة الشمسية كلها لها تأثيراتها حسب موقعها وحسب الزوايا اللي بتاخدها من كل الأبراج. طبعا اذا فينا نعمل هيك لمحه سريعه عن هي الكواكب، يلي في نوعين للكواكب على فكره. في كواكب سريعه يلي هي بتغير لنا الحظوظ كل يوم وكل شهر وكل فتره، وفي كواكب بطيئه هي يلي بتغير لنا المصير عبر فتره زمنيه طويله. فطبعا الكواكب السريعة اللي هي تسمعوا كل شهر بيتغير عطارد وبيتغير الزهرة وبيتغير المريخ وبيتغير هدول، الشمس طبعا تنتقل كل شهر لموقع جديد. الكواكب الثقيلة هي الكواكب يلي مثل زحل يلي بيقعد مثلا 3 سنوات بكل مكان، هذا اللي بيغير مصير الأشخاص اللي بيقعوا تحت تأثيره بشكل كلي، مثل نيبتون مثلا، مثل أورانوس اللي بيقعد 7 سنوات بكل موقع وهو اللي بيعمل التحولات العميقة. هلأ طبعا كل سنة بتتغير التأثيرات اللي بتعملها الكواكب بشكل عام. بس ليش نحن بنقول المشتري مثلا؟ ليش بنقول عنه أنه هو كوكب الحظ؟ هو كوكب الحظ اللي بيقعد بكل برج سنة، وهو اللي بيعطي الحظوظ للموقع اللي هو فيه وللأبراج الصديقة يلي ما بتتضارب اتصالاته معه. هلأ حاليا ببرج الجدي، بس هو بحالة تراجع حاليا. بس في شيء بس بدي أقول عنه، تفضل. كتير منسمع أنه أنا قلت سنة حظي وما شفت شيء من هاي السنة، وهلأ كل برج الجدي بيقولوا لك صحيح المشتري عنا موجود بس نحن ما شفنا شيء منه. روق. هو أول شيء روق، بده يكون في إنجاز ولو واحد بس طوال العام للبرج اللي بيسيطر عليه كوكب المشتري. شغلة ثانية بدي أقولها وكتير مهمة، ويمكن كتير مشاهدينا أو المستمعين ما كتير على علم فيها، إنه الكواكب إلى أماكن طبيعية بتتواجد فيها. في أماكن مثل الناس، أنت بترتاحي بهالمكان ما بترتاحي بهالمكان، فوقت الكوكب بمساره بنوجد بمكان مو مريح بالنسبة له ما بيكون تأثيراته الإيجابية قوية. تمام. المشتري يمكن مكانه المريح هو بالقوس، مكانه المريح ما له مبسوط بالجدي الحقيقة، يعني هو بأضعف مكان موجود فيه المشتري. هلا قولي الفتره كمان تراجعيه شوي بتبطئ من الامور، فبيصير انه مو بس الحظ بيشتغل معنا، لا بيصير كمان انه بيصير في تكثيف جهود للاغتنام الفرص المتاحه. يعني ما بتجي الفرصه على طبق من ذهب وقت بيكون المشتري بموقع ما كتير مريح. نعم، يعني غالية هذا الكلام يلي هلا قلتي لنا اياه كثير مهم ليعرفوا كل حدا، بيقولوا انه ليش حركة الكواكب عم بتعاكسنا؟ لا هي ما أنا معاكسة بقدر ما هي مثل ما قلتي تأثير. كواكب بتكون ببيوتها الطبيعية مفعولة أقوى وأكثر إيجابية. تماما، يعني دائما في كواكب بتعطي طاقة، في كواكب بتعطي طاقة إيجابية عالية، وفي كواكب أيضا ممكن تبث الطاقة السلبية، شو هي هدول، شو هدول الكواكب؟ كل كوكب من الكواكب سالي له، هو أول شيء الكواكب هي مراكز للطاقة يعني بالبداية. اثنين، كل كوكب له جانب سلبي وجانب إيجابي. الجوانب الإيجابية بتظهر حسب وين موقعه، حسب اتصالاته مع باقي الكواكب، وقت بيكون بوضع سلبي أيضا بتظهر. يعني فينا هيك نعمل استعراض عام نحن لمجموعة الكواكب اللي بتأثر بحياتنا، اللي هن المجموعة الشمسية اللي هن 8 تحديدا، ما بين كواكب سريعة وكواكب بطيئة. وبنحكي عن الجوانب، كل كوكب شو بيخص او شو بيحكم، وبنحكي عن الجوانب الايجابيه والسلبيه. تماما. حلو هذا الحديث. حلو طبعا. نبدا مع اول الكواكب، نبدا مع المشتري. طبعا المشتري هو كوكب القوس، كوكب الحاكم للقوس.
المشتري هو كوكب الوفرة وكوكب الحظ وكوكب المال وكوكب التوسع والانتشار والزيادة. فمنلاقي وقت بيكون بموقع إيجابي بيمنح خيراته، وقت بيكون بموقع سلبي منلاقي الوضع مختلف تماما، منلاقي بيكون في نوع من القلة ما منلاقي فيه هاي الوفرة الكتيرة، منلاقي فيه أحيانا نوع من اللامبالاة، أحيانا منشوف نوع من الطيش، نوع من الإهمال، وقت بيكون بموقع غير مناسب. تمام. كوكب أورانوس اللي هو كوكب التغيير وكوكب الانقلابات وكوكب التغييرات باللحظة الأخيرة، والكوكب يلي بيقلب الأمور رأسا على عقب دائما أينما بنوجد، موجود حاليا ببرج الثور. طبعا وجوده بالثور مو كتير ما كان مريح لإله، لأنه بيحرك الأمور المالية العالمية. فلاحظنا نحن هلأ موجود هو بالثور من السنة الماضية، لاحظنا الإرباكات المالية اللي مسيطرة على العالم، لاحظناها هاي، ولاحظنا غلاء المعيشة، ولاحظنا عدم القدرة الشرائية، ولاحظنا الإشكالات اللي عم بتصير بالبنوك والمصارف، وهذا كله من تأثيرات أورانوس الموجود حاليا اللي بيأثر على الحركة الاقتصادية والبناء الاقتصادي بشكل عام. يعني طبعا بوجود السلبي ايضا بيعمل القله، بيعمل قله السيوله، بيعمل الغلاء الفاحش. انت بده يروح نفسي قاعد والله لسه قاعد لل 2025 هذا الكوكب، لبينما يغير نظام الكون الاقتصادي ان شاء الله. وقت بيصير يعني بيتمم دورته السبع سنوات بيكون صار في عنا نظام اقتصادي جديد بالعالم كله ومنهج جديد بنمشي عليه. بننتقل لكوكب نبتون. كوكب نبتون هو الأبعد، هو من الكواكب البعيدة جدا ويلي تأثيراته عظيمة إنما بطيئة وهادئة، ما منحس بضجيجه. هذا الكوكب هو كوكب برج الحوت، وطبعا بيمنح الحوت صفاته، بيمنحه الخيال، بيمنحه الفنون على أشكالها. هو كوكب الفن، كوكب الوهم بحالته السلبية، فمنلاقي كتير أحيانا نحن وقت تأثيرات نيبتون على الأشخاص بتكون سيئة، بيكونوا هن متصورين صورة معينة لأمر ما أو لشي بحياتهم أو لوضع ما، بيتفاجئوا أنه هن بالموقف المعاكس تماما. هذا الكوكب هو اللي بيزرع الوهم والخداع، دائما بيكون في مخادعة للشي اللي أنت حاسستي أو متأملتي أو شايفتي. نعم. بننتقل لكوكب زحل. أنا بتصور ما في حدا ما بيسمع بزحل وبيخاف، بيقول لك هذا كوكب النحس. هو مو بالضرورة كوكب النحس، هو كوكب يعني كوكب بيظهر لنا الحقائق بدون مجاملات تماما، بيظهر لنا الحقيقة مثل ما هي وبيجبرنا نتعامل مع الحقائق اللي بتظهر أثناء تواجده، بيجبرنا نتعامل مع مسؤولياتنا، بيجبرنا نتعامل مع كل ظروف حياتنا، وبيمنعنا من الغلط، لأنه إذا غلطنا مع زحل فبتكون النتائج كتير سيئة، بندفع ثمنها لحالنا. يعني مع وجود زحل كل حدا مسؤول عن قراراته، ما في شيء يؤخذ بالحظ يعني وبنفس الوقت بكافئنا على فكرة. يعني رغم انه زحل سوداوي شوي ورغم انه بيعمل كآبة شوي، الا انه هو بكافئ يعني على مقولة لكل مجتهد نصيب. زحل دائما هو المكافئ والمعاقب. هيك بنكون احنا انتهينا من الكواكب تأثيرها شوي تأثيرها الثقيل البطيئة. بننتقل الكواكب السريعة. الزهرة كوكب الميزان، هو طبعا كوكب الانسجام التوافق تمام، كوكب الحب، كوكب الوفرة كمان نلاقي، وكوكب الجمال، كل شيء حلو بيحققه الزهرة، هو رمز الجمال الحقيقة يعني الزهرة. بس كمان له وجه سلبي، وقت بيكون بموقع ما أنه مريح بالنسبة له، بيعمل نوع من الابتزال أو بيعمل نوع قد ما هو مزوق هالكوكب وتأثيراته حلوة، بقد ما بيعمل العكس تماما. منلاقيه بحالاته السيئة بيعمل نوع من قلة الذوق العام، بتسود منلاقيها، مننتبه فيها بالتصرف، بالسلوك، بالهندام، بالموضة، بكل الأشياء يلي منشوفها الجمالية، منحس إنه منقول يا الله ليش هيك الموضة بشعة السنة مثلا، أو ليش الموضة ما عم نتقبلها نحن أو ما نحلوه، هو سبب الزهرة بموقع غير مريح له. وين المواقع المو مريحة له؟
في كثير مواقع طبعا ما بيكون الزهرة مرتاح فيها. هلا اكثر شيء هو بيرتاح بالثور وبالميزان، خليه عنا لانه هو كوكب اصلا. الزهرة هو كوكب برجي الثور والميزان، فبنلاقيهم هون ببيتهم طبيعي، فبتلاقي الازياء صارت مفرطة الحلاوة والأناقة، بتلاقي كل ما هو المكياج مثلا، عمليات التجميل، الستات اللي بيحبوا هاي القصة أثناء تواجد الزهرة بهي المواقع بتكون عمليات تجميل بلا تداعيات، يعني ما بتكون كثير سيئة. وين هو هلأ؟ حاليا زهرة موجود بالجوزاء بأيامه الأخيرة، الحقيقة موجود ببرج الجوزاء، بده ينتقل للسرطان هلأ بثمانية أب. تمام، كمان بيستفيدوا منه مواليد الماء، يعني مو بس بثمانية آب، العقرب والحوت والسرطان، هدول كثير حيستفيدوا منه وقت بيغير مكانه. كوكب المريخ، هون الكوكب الطامة الكبرى أنا بسميه، يعني هو كوكب الغضب وكوكب الحرب وكوكب المرض، كوكب اندفاعي كثير هو، وبيعطي الصفات هاي للبرج اللي بيتحكم فيه اللي هو الحمل والعقرب. هدول الاثنين عندهم اندفاعات كثير، عندهم انفعالات كثير. هلا الوجه السلبي له هو بالتهور، بالقرارات اللي ما كثير مدروسه، بالمغامره يلي ما بتكون كثير مقاييسها صحيحه، بالمشاكل دائما، اينما يوجد المريخ توجد المشاكل. فوقت بيكون بموقع مريح وحلو بيكون في بناء، بيكون في جرأة بالقرارات، بيكون في حركة إلى حد ما منتجة. وقت بيكون بموقع غير مريح منلاقي بتصير حرب، ممكن بيصير نزاعات، بيصير نوع من العنف كتير، وبتكتر الأمراض. هلأ حاليا هو موجود بالحمل وباقي لآخر السنة ببرج الحمل، فبس هيك هي على الهامش انه يلي بدهم كثير ينتبهوا على امورهم الصحيه هن مواليد الحمل ومواليد الجدي ومواليد السرطان ومواليد الميزان ايضا. يعني هذا التواجد بيأثر سلبا على هالاربع ابراج الموجودة. يعني دائما بسمع كل محبينك وايضا المستمعين اللي بيسمعوك وهلا ايضا مشاهدينا انه بيسالوكي، نحن بالدائره الاولى ونحن بالدائره الثانيه، شو بتفرق الدائره الاولى؟ ما زال ما الكوكب موجود بالبرج. تمام، في كوكب حاكم للبرج ككل يلي هو عباره عن 30 يوم او 29 يوم او 31 يوم في بعض الابراج. في كواكب تحكم عشرياتها، يعني كل كوكب بيأثر على درجات معينة من البرج، مقسمة طبعا لثلاث عشريات، العشرة الأولى، العشرة المتوسطة، والعشرة الأخيرة. تماما. هدول كمان عندهم كواكب مختلفة عن الكوكب الأساسي، يعني اللي كتير بده يتعمق بأنه شو بده يصير معه أو شو شخصيته، بده كمان يشوف كوكب العشرية الخاص فيه ويلحق ويشوف وين مواقعه موجودة بهالوقت لحتى يقدر يعرف أكثر عن معلومات. هاي تفصيلات طبعا بتكون، وأيضا بتعطي صفات مختلفة. يعني بيقولوا لك مثلا أنا ميزان، بس هو ميزان بس ما أنه مثلي، ما بيشبهني. ما بيشبهني ليه؟ لأنه بيكون هو ضمن عشرية أخرى، يا بالعشرية الأولى يا الثانية يا الثالثة، بما أنه في كوكب آخر عم يحكم فبيعطي الكوكب صفاته لهذا البرج أو طاقته. غالية المخرج البرج. يعني مش عم بسمع بتخلصي يعني ويقلنا شلون ما خليتوها تحكي على برج الأسد، شو وضع برج الأسد خبري؟ هلا أول شيء صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. أكيد هلا مواليد الأسد بلشت أمورهم كثير تصير منيحة، توضع الكواكب كثير منيح، ورح يوصلوا الكواكب لعندهم تباعا. يعني هلا في عطارد، الشمس موجودة عندهم، عطارد هلا داخل لعندهم كمان بهذا الشهر، الزهرة لسه موجودة أسبوع ببرج الجوزاء بتناسبون، المريخ الموجود بالحمل بيناسبون جدا لأنه هو برج ناري وصديق للحمل، بيعطيهم الرغبة بالتغيير والقدرة على كسر القيود وقرارات جديدة ممكن يكون، وممكن يكون في تطورات كتير هامة مواليد الأسد عندهم بفترة تواجد المريخ بالحمل، يعني النص الثاني من العام ممكن يكون في عندهم شيء جديد على صعيد العمل أو على صعيد السفر، بس لا يفتحوا الحدود إن شاء الله. برجع بقول إنه زحل أيضا مسؤول عن الحدود، كوكب زحل مسؤول عن الحدود وهو بحالة تراجع حاليا،
يعني بدنا ننتظر ليمشي زحل لتفتح الحدود ان شاء الله. ان شاء الله يمشي. يعني اليوم هيك اخذنا شوي فكره سريعه، والحديث معك اكيد لا يمل منه، بالعكس بيضل بدنا نسمع اكثر واكثر ونتعرف على خفايا الكواكب اللي بتاثر بشكل غير مباشر ومباشر على حياتنا. بدنا نشكر وجودك معنا ونتمنى لك الصحه والعافيه. شكرا. تسلمي وشكرا على الاستضافه كثير، وكل عام وانت بألف خير. كل عام وانت بخير غاليه، وان شاء الله يا رب هيك بنتمنى يكون السلام والطاقه الايجابيه للجميع. اهلا وسهلا ان شاء الله يا رب. شكرا لك.